اللي هي هذا الشيء المهم صراحة، RX100M5 أظن آخر إصدار للكاميرا هذه. الأشياء اللي تدعمها الكاميرا زي ما أنتم شايفين، طبعا ما بشرح كثير، الفيديو ما راح يكفي. أظنها هذه آخر إصدار، هذه التعليقات والسلك والرأس الشاحن، وبعد معاها سلك الشاحن، وهذه كلها كتيبات شرح للكاميرا وأشياء لها. نجي في المهم، هذه الكاميرا، هذه الكاميرا زي ما أنتم شايفين صراحة تحفة وشي حلو، وكاميرا صغيرة وتغنيك عن كل شيء. طبعا هذه تقدر تسويها كذا وتقدر تسكرها، وفيها لغة عربية بعد اللي فتحتها وصورت فيها، وفيها لغة عربية وفيها أشياء، يعني يبيلي أتعمق في الكاميرا بشكل مو طبيعي عشان أعرف وش المزايا اللي فيها أكثر وأكثر. ومعروفة الكاميرا هذه، حتى مدحها جيمر سناك، ونشوف إن شاء الله. يلا سلام.